طبعا مباراة مهمة، واعتقد مباراة مصيرية بالنسبة لنا، ماتش مهم جدا. اعتقد ان احنا حطينا نفسنا في موقف صعب يعني في المجموعة، لكن اعتقد ان شاء الله اللعيبة قادرة ان شاء الله اللي هي تعدي المرحلة ديت. كل الناس مركزة، اللعيبة كلها عندها دوافع كبيرة وعندها احساس بالمسؤولية، وان شاء الله ربنا يكرمهم ونقدر نعمل مباراة كويسة واداء كويس ومكسب كويس ان شاء الله، يدينا افضلية في الصعود ان شاء الله للدور اللي قبلنا ان شاء الله. والله طبعا الراجل بيتكلم طبعا عن اهميه اللقاء وازاي ان شاء الله اللي احنا نقدر نحسم المباراه في صالحنا. اللعيبه زي ما قلت لك وبكررها تاني، اللعيبه عندها احساس بالمسؤوليه كبير جدا، يعني عارفين خصوصا انت لما تبقى بطل افريقيا وثالث العالم وبتعاني شويه في المجموعات يعني، فاعتقد اللي بتبقى بتحمل مسؤوليه اكبر. فالراجل بيتكلم على اهميه المباراه وازاي نقدر نحسمها وازاي نقدر نتعامل معاها من خلال مجريات المباراه، خصوصا الملعب برضو انت شفته امبارح ارضيته يعني مش احسن حاجه يعني، نفس القصه درجه الحراره والرطوبه اللي احنا بنعاني فيها، لكن كل ده مش هتدينا مبررات الا اللي احنا ان شاء الله نكسب ان شاء الله ونعمل اداء كويس ان شاء الله يرضينا ويرضي جمهورنا ان شاء الله. هاني امبارح اتعرض لاصابه كده يعني في الحاجب يعني، وان شاء الله يكون جاهز ان شاء الله للمباراه يعني. السوليه برضو الحمد لله بتحسن، طاهر برضو ان شاء الله يقدروا يشاركوا معنا النهارده، والراجل بقى يقرر مين اللي يقدر يلعب يعني، لكن كل اللعيبه الحمد لله موجودين وفي حاله بدنيه فنيه وذهنيه الحمد لله كويسه. ان شاء الله يكون لينا ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله في المباراه. بصوا دايما النادي الاهلي بيلعب بشخصيته، عمر النادي الاهلي ما بيلعب غير بشخصيته يعني. اللعيبه دي لعيبه كبيره، ما ننساش اللعيبه دي لسه من مده بسيطه جدا محققين نتائج مفيش احسن من كده، بطل الدوري وبطل الكاس بطل افريقيا ثالث العالم، فلعيبه ما شاء الله يعني على اعلى مستوى فني وبدني وذهني وخططي. لعيبه متحمله المسؤوليه وبكررها مره تانية يعني، ان شاء الله يقدروا زي ما انا قلت قبل كده ان اللعيبه دي واحنا كجهاز اللي احنا حاطين نفسنا في الموقف ده، واحنا ما فيش حد قادر غيرنا اللي احنا اللي يخرج من الحاله ديت يعني اللي احنا يعني. فكلنا تعادنا امبارح وكلعيبه وكجهاز اللي احنا ان شاء الله نعمل اقصى حاجه ممكنه، ان انت مش في ايدك غير اللي انت تسعى وتجتهد وتعمل عليك وتعمل اقصى جهد ليك. واعتقد لو التوفيق ما كانش معانا الماتش اللي فات اعتقد ان شاء الله يكون معانا ان شاء الله النهارده. زي ما انت قلت سيناريو مجنون يعني، ما فيش حد يتوقع كده في الكوره خالص يعني، كميه فرص صعبه جدا، استحواذ زي ما انت قلت، اللعيبه بتحاول توصل، في عدم توفيق كبير جدا يعني. لكن اعتقد ان عدم التوفيق مش هيستمر يعني، انت بتسعى وتعمل عليك وتجتهد، اللعيبه بتوصل، بيبقى في فرص سهله، لكن اعتقد ان شاء الله اللي انت ترجع تاني تقاتل تاني وتركز تاني ويبقى عندك ثقه كبيره في لعيبتك وفي نفسك وفي ربنا اللي ان شاء الله مش هيغزلك الماتش ده. فاعتقد ان شاء الله اللعيبه استوعبت الدرس كويس جدا، وان انت عارف المباراه ديت خصوصا بره ارضك يعني تبقى انصاف فرص يعني، فاعتقد ان شاء الله اللي اللعيبه تقدر تستغل الفرص ديت وان شاء الله تعوض الماتش اللي فات باذن الله. مفيش اعذار في اي حاجه تقدر تمنعنا ان احنا نوصل لهدفنا. اللعيبه نفس القصه والجهاز نفس القصه، كلنا تصميم واراده كبيره جدا ان احنا ان شاء الله نحقق المكسب ونعوض الماتشين اللي فاتوا خارج ارضنا، سوري الماتشين اللي فات سيمبا وفيتا. فاعتقد ان شاء الله دي نفس الروح، ودي بتاكد الكلام اللي انا قلته اللي احنا كلنا على نفس الخط ونفس الاتجاه، وان شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله يوفقنا باذن الله.